الحاجه اللي فيها عباره عن بندق ولوز وعين جمل. العلبه دي احنا كاتبين عليها الاسعار اهي ب 35 جنيه، 35 جنيه، وتفتحي العلبه وتدوقي اي حاجه تدوقيها فيها. في حاجه زي كده بوكس زي كده بنحط له مثلا معاه عروسه وبنحط له العلب دي. ملكه اليميس بتاعت كل سنه، اللي معاه بيجي ياخد يميس واللي معهوش بيجي ياخد يميس. وبالنسبه في حاجات بعملها كمان، دي الحاجه اللي انا يعتبر مميزين، اللي المكان عندنا مميز بيها. طبعا الحاجه كله عارف ان الحاجه غاليه، في زبون بيجي بيبقى محروق مثلا لو هو يوزن ربع وربع وربع بتبقى تقيله عليه، فاحنا عملنا علب مشكله زي كده. الحاجه اللي فيها عباره عن بندق ولوز وعين جمل. العلبه دي احنا كاتبين عليها الاسعار اهي ب 35 جنيه، يعني هتجيبي بندق ولوز وعين جمل ب 35 جنيه. دي العلب اللي هي المشكله دي، محدش بيعملها، يعني كله بيقول لك بتخسر معانا، لا احنا ربنا الحاجه فيها البركه، وهي دي اللي احنا بنعملها كل سنه والزباين بييجوا ياخدوها. في ناس بتبقى مستثقله البندق واللوز والعين جمل ان هي تفرقوا عشان غالي، بياخدوا علبه زي كده وبيحطوها يا جماعه في الشنط. علبه بندق ولوز وعين جمل ب 35 جنيه، وتفتحي العلبه وتدوقي اي حاجه تدوقيها فيها، كله انتاج 24 بتاع السنه دي. حاجه زي كده مشمشيه وتين وقراصيا، علب برضو مشكله. حاجه زي كده المؤشرات، ده تمني مشكل، ده فستق، ده لوز وبندق وعين جمل مقشر، بيتعمل كده نظام علب. وفي في عرسان بيطلبوه يتحط في البوكسات عندنا، برضو العريس بيبقى جاي محتار مش عارف ياخد ايه. في حاجه زي كده بوكس زي كده بنحط له مثلا معاه عروسه وبنحط له العلب دي وبنلفه له. الشغل دوت يعتبر احنا بس اللي بنعمله، احنا ده شغلنا احنا وحاجتنا احنا اللي بنعمله. في حاجه زي كده تاني علبه مشكله، لان العرسان الله يكون في عونها السنه دي. حاجه زي كده علبه مشكله، بدل ما مثلا يبقى مكسوف ان حاجه قليله او هياخد اربع ايه او هيعمل ايه، احنا عملنا علبه مشكله السنه دي فيها كل حاجه، فيها بندق وفيها لوز وعين جمل وفيها تين ومشمشيه وقراصيا وزبيب. بياخد العلبه برده بنغفلها له، بنقفلها تقفيله حلوه وبياخدها جاهزه كده. مكاني شارع السد، السيده زينب، شارع السد اللي جاي كده سنتر شاهين، بقى انا تاني فرش بعد سنتر شاهين، وقدامي على طول النساجون، محل السجاجيد اللي قدامي ده على طول، اللي يعلم الفرش للناس اللي تيجي اول مره، الفرش قدام الشادر قصاد النساجون الشرق. الصفحه هو على اليوتيوب، اي حد يا جماعه ما جربش ما تعملش معانا يخش على اليوتيوب يكسب ملكه اليميش ويعرف الاسعار ايه والدنيا ايه، ويعرف ان احنا اقل اسعار في السوق واعلى جوده في السوق. وزي يا جماعه ما المقوله المعتاده بتاعت ملكه اليميس بتاعت كل سنه، اللي معاه بيجي ياخد يميس واللي معهوش بيجي ياخد يميس. وفي مصداقيه في الكلام، والناس تخش على اليوتيوب وتسال على الصفحه تكتب ملكه اليميس بس وتشوف الكلام صح ولا لا، وتشوف تعليقات الناس ايه. اللي معاه فلوس هياخد يميس واللي معهوش فلوس هياخد جميش، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط الاسعار مع جميع الفئات. الغني بنبيع له بالسعر العادي اللي احنا بنبيع بيه، واللي مثلا ظروفه ما تسمحش شويه بنحاول نظبط له الدنيا. فما تقلقوش، يعني مع ملكه اليميش الدنيا زي الفل بالصلاه على النبي.